عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم الجندي نور الغامدي. نرحب بكم في جوازات مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. يتم هنا استقبال الحجاج وإنهاء إجراءات دخولهم عن طريقنا. سن 40 ولا مرة أصدرت جواز، أول مرة أنا أصدر جواز لحالي ومبسوطة بهذا الشيء. الحمد لله أنا تنقل من منطقة إلى منطقة، يعني من الرياض إلى حائل تقريبا يمكن 700 كيلو، من حائل من الرياض إلى تبوك أو إلى نيوم تقريبا 1300 كيلو. أنا بتنقل فيها بسيارتي بكل أريحية لأن في نظام يحميني. طبعا بطلع مع أصدقائي الشباب موجودين هنا، نتقهوى مع بعض، نجتمع مع بعض، نطلع في رياضة الدراجة، نطلع هايك مع بعض، يعني الحياة طبيعية جدا جدا. أتمنى يكون الرياضة هذه مستمرة في السعودية إن شاء الله للسيدات، وأتمنى يكون مو بس هذا السباق، أو السباق هيكون كثير إن شاء الله بعد كذا، وتشوفوا كيف البنات السعوديات يعني في الرياضة عندهم رياضة. صارت الحياة جدا طبيعية جدا طبيعية، هذه مو حقوق ولكن هذه الحياة الطبيعية.